بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة السبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية تهنئة إلى الأستاذة فرات عبد الحي طليمات مديرة قسم البنات بمدارس الإيمان الخاصة بمناسبة فوز المدرسة بالمركز الأول في مسابقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لتحدي القراءة باستفادتها الأكثر تميزا من أصل 41 ألف مدرسة مشاركة في المسابقة على مستوى الوطن العربي. وهنأت قرينة عاهل البلاد المفدى بمناسبة هذا الإنجاز المتميز الهيئة الإدارية والتعليمية وعلى وجه الخصوص المديرات والمدرسات الفاضلات المسؤولات عن البرنامج مشيدة سموها حفظها الله بجهودهن الحثيثة لغرس أهمية وتقدير القراءة لدى أبنائنا وبناتنا وتحفيزهم نحو تنمية معارفهم وتوسيع مداركهم وإغناء تجاربهم وتواصلهم مع العالم، وهو أمر في غاية الأهمية وينسجم مع المكانة الرفيعة لمملكة البحرين على المستويات الثقافية والفكرية والتعليمية. وأشاد سموها كذلك بجد واجتهاد الطالبات وإقبالهن على خوض التحدي والمثابرة من أجل التميز ولرفع اسم بلادهن عاليا في مثل هذا المحفل العربي الهام، متمنية سموها للمدرسة كل التوفيق والسداد في أن تكون خير مساهم في إثراء وتطوير العملية التعليمية والتربوية في البلاد.